بالنسبه سؤال ثاني بعد اذنك، معايا والدي تعبان ومريض، الله يعافيه، هو عاوز يروح الحج ان شاء الله ومش قادر، ممكن اطلع عنه انا؟ ممكن. جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير، إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، يعني يقع، يعني أحج عنه؟ قال: حج عنه. جزاك الله خيرا يا شيخ، وإياك الله يبارك في أمرك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.